أسرع حيوان مفترس من أكلة اللحوم حيوان يسمونه الفهد، تدرون سرعته كم إذا انطلق؟ 115 كيلو في الساعة. يا له من حيوان سريع. في قصة ما هي حقيقية، هي صورية بس فيها فائدة. يقولون بأنه أعلن عن سباق بين الفهد هذا الحيوان السريع وبين الكلب، وفعلا حضر الجمهور وبدأ السباق. صفر الحكم، انطلق الكلب، الفهد ظل واقف ما تحرك. الجمهور استغرب، قالوا لسائس الحيوانات، قالوا له ليش ما تحرك الفهد؟ هل هو مريض؟ هل هو تعبان؟ قال لا، مو هذا السبب الذي خلى الفهد ما يتحرك. قالوا له إذن ما هو السبب؟ فقال لهم السبب أن هذا الفهد استخسر أن يبذل وقته وقوته وطاقته في سباق مع كلب، ورأى بأنه من الحكمة أن يدخر هذه القوة في اصطياد الفريسة أو أسباب أخرى أنفع له من ذلك السباق. بعض الناس فعلا الله عطيه قدرات وعطيه طاقات وعطيه وقت، ولكن وين ينفقها؟ في اصطدامات، في عراكات مع الآخرين، في نقاشات ليست لها نتيجة. أحيانا ما يرقد الليل، يتقلب على فراشه، باله مشغول. للأسف بعد كم سنة راح يشوف أن نتاجه صفر، بيطلع خسران. فعلا إذا أردت أن يكون لوقتك ثمن ولطاقاتك نتيجة، دع عنك الآخرين، لا تشغل بالك بأحد، اعمل، اشتغل، سد أذانك وغمض عيونك. حتى الذي يغلط عليك لا تلتفت له. أنا في بيتي دائما عندي شعار لا تشغل بالك. بالمناسبة قبل كم يوم كنا طالعين مع العائلة بالسيارة، غلط علي واحد بسيارته، القزازة كانت مسكرة، اتلفظ بألفاظ ما سمعتها لكن ظاهرها الغلط منه. بعد مسافة قال لي واحد من الأولاد الصغار ليش ما رديت عليه؟ قلت له يا ولدي لا تشغل بالك. فعلا هذه الكلمة يجب أن يحطها الواحد دائما أمامه، لا تشغل بالك بالآخرين وراح تنجح وتنتج.